كنا اليوم الحمد لله مع موعد انعقاد ديال الدورة الثانية العادية للمجلس الجهوي ديال الحزب، اللي هو كتكون فيه مناسبة لمناقشة التقرير ديال السنة اللي مضات والمصادقة على المشروع السنوي والميزانية ديال السنة الموالية. ولكن اللي ميز هاد الدورة هذه هو أنها تم فيها الاستضافة وتأطير من الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله بن كيران، اللي كما تابعتوا الكلمة ديالو اللي كانت كلمة مؤثرة لمست السياق الدولي خصوصا القضية الفلسطينية ولا القضية ديال الصحراء المغربية، ولكن كذلك الوضع السياسي الوطني والتجاذبات اللي وقع فيه من ضعف بين وواضح ومخيف للحكومة، وكذلك الامتداد ديالها على مستوى المجالس الترابية من جماعات كبرى ومن جهات، وما الأخبار ديال الفساد وديال الاعتقالات اللي تتوالى على الأخبار ديالنا بشكل غير مسبوق في التاريخ ممارسة السياسة في البلاد ديالنا. وهذا أمر اللي يجعل من الواجب علينا كحزب سياسي وطني أن ندق ناقوس الخطر وأن نذكر بأن ما وصلنا إليه تم التنبيه له منذ مدة، لأنه جعل السياسة وإفراغها من المحتوى النبيل ديالها النتيجة دياله هي هذه، وأنه يلج لها تجار المخدرات، الناس الذين يريدون أن يغسلوا أموالهم، الناس اللي كي يريدون أن يستولوا من خلال مواقع السلطة ديالهم على امتيازات ريعية تلقى بالأثار على المشاريع الشخصية ديالهم. وهذا الشيء علاش هو مخيف ومنذر بدق ناقوس الخطر؟ لأنه المجتمع المغربي والمغاربة أذكياء، يتابعون ما يقع ما كيتكلموش ولكن يتألمون، وهذا الألم إلا وصلوا لواحد الحد لواحد كيقول لك إلا وصلت للعظم ما جا ما يجمعها. فلذلك الدور ديال أي حزب سياسي وطني أنه ينبه لمثل هذه الظواهر اللي هي تشكل خطر على الاستقرار وعلى الأمن اللي ممكن يحسوا به المغاربة، خصوصا أنهم يرون أن هناك دينامية تنموية ولكن الأثر ديالها عليهم هما لا يلمسونها، بل يلمسون بأنه عندهم رئيس حكومة أمواله ويزداد ترتيبه في رتبة مليارديرات العالم، عندهم رؤساء جماعات وبرلمانيين بين قوسين ورؤساء مجالس يصبحون أغنياء بين ليلة وضحاها دون أن يعرف لهم لا تجارة ولا صناعة ولا إرث ممكن يكونوا ورثوه من الوالدين ديالهم. وهذا الشيء مخيف لأنه منذر بالخراب. لذلك احنا مازال عندنا الفرصة اللي كنضقوا هذا ناقوس الخطر، نتحملوا المسؤولية ديالنا كل من موقعه، كل المؤسسات ديال الدولة يجب أن تحمل المسؤولية ديالها من مؤسسات رسمية ومن مؤسسات حزبية ومدنية ونقابية.